أسعد الله أوقاتكم بكل خير، أهلا بكم إلى نشرة الرابعة من الرياض والتي نقدم من خلالها أبرز أخبار ملفات السعودية والخليج، وهذه أبرز عناوين اليوم. مدير وكالة الطاقة الذرية يؤكد أن إيران وافقت على استئناف إجراءات المراقبة في المنشآت النووية. في أول تدريب من نوعه، السعودية وأمريكا تجريان مناورات مشتركة نهاية مارس لمواجهة هجمات المسيرات. بعد تكهنات بتعرض البحر الأحمر لخطر الزلزال، خبراء جيولوجيون يؤكدون أن دول الخليج بعيدة عن الهزات. في الرابعة كذلك، السعودية تطلق أول مدرسة لصناع الفكر ومبادرة أخرى لتطوير مؤسسات المجتمع المدني في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. في أول نسخ مسابقة المهارات الثقافية السعودية، أكثر من 240 ألف مشاركة من المدارس يخوضون رحلة من 7 محطات. حياكم الله. أكد مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي أن إيران وافقت على استئناف إجراءات المراقبة والتحقق الإضافية في المواقع النووية بعد عامين من توقفها. وأضاف غروسي أن إيران نفذت تغييرا كبيرا في التصاميم المعلنة لمحطة فوردو دون إبلاغ الوكالة مسبقا بالمخالفة لالتزاماتها بموجب اتفاقية الضمانات الخاصة بها. ولفت أيضا إلى أن مفتشي الوكالة رصدوا في منشأة فوردو جزيئات من اليورانيوم عالي التخصيب بمستويات أعلى بكثير من المعلن. وأعرب غروسي عن تطلعه لبدء المتابعات الفنية في إيران والتعاون الفوري والكامل مع مفتشي الوكالة، بما في ذلك المواقع الثلاثة غير المعلنة التي وجدت الوكالة فيها آثارا لجزيئات اليورانيوم. يجب أن نتعلم من خبراتنا السابقة، ومما تعلمته فخارطة الطريق والمواعيد والتواريخ يمكن ألا تستجيب للواقع الذي نواجهه. نركز في الوقت الحالي على حل المشاكل العالقة أمامنا، وبالطبع نتعامل مع خلفية قائمة على وقائع سياسية وندرك أنها لا يمكن أن تستمر كذلك. أود أن نحلها بحلول الأسبوع المقبل، لكن بالطبع ستستغرق وقتاً. دعا رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي السيناتور بوب مينينديز الأمم المتحدة إلى التحقيق في شبكة مراكز التعذيب السرية التي استخدمها النظام الإيراني كأداة لسحق وقمع الاحتجاجات. وكانت شبكة CNN نشرت في فبراير الماضي تحقيقا عن مراكز التعذيب السرية التي يستخدمها النظام الإيراني لمعاملة المتظاهرين بوحشية ولإجبارهم على الخضوع. وكشفت الشبكة أن العديد من تلك المعتقلات تعمل داخل منشآت حكومية أو تابعة للحرس الثوري الإيراني بصفة سرية غير معلنة. قال مسؤولون غربيون لصحيفة فاينانشال تايمز البريطانية إن روسيا مترددة في شراء صواريخ باليستية من إيران خشية إقدام حلفاء أوكرانيا على تزويد كييف بصواريخ بعيدة المدى. وأكد المسؤولون للصحيفة البريطانية أن موسكو قد تغير موقفها بسبب النقص في حجم ذخائرها الموجهة بدقة فضلا عن تعثر إنتاجها المحلي. كما نقلت الصحيفة عن سفيرة واشنطن لدى الناتو جوليان سميث أن الغربيين يجدون العلاقة الروسية الإيرانية مقلقة للغاية، وأن الحلف سيواصل إرسال إشارات لإيران حول مخاطر دعمها لروسيا في الحرب مع أوكرانيا. على وقع تصاعد المعارك في باخموت، حذر رئيس مجموعة فاغنر الروسية من انهيار خط المواجهة إذا أجبرت فاغنر على الانسحاب من المدينة. إذا انسحبت شركة فاغنر من باخموت فإن الجبهة ستنهار بأكملها. فاغنر متراصة ويمكنها سحب الجيش الأوكراني وتدميره مع عدم السماح لهم بالتركيز على أجزاء أخرى من خط المواجهة. أيضا نحن نتقدم إلى الأمام ويجب على الآخرين اتباعنا بأي طريقة لحفظ ماء الوجه، ما يعني إعادة التعلم، ويمكننا القيام بذلك. من المهم كسر الصورة النمطية.
المقاتلون يسألونني لماذا التأخير في إمدادات الذخيرة التي تعهدت بها وزارة الدفاع الروسية؟ يجب شرح ذلك في موسكو، وأيضاً لماذا لا يسمحون لنا بتجنيد عناصر جدد؟ من جانبه قال الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي إنه اتفق مع القادة العسكريين على استمرار عمليات الدفاع عن باخموت. وخلال اجتماع مع كبار القادة العسكريين بحث زيلينسكي ملف توزيع الأسلحة والمعدات بحسب العمليات على الجبهات. ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير أمر الشرطة بتنفيذ عمليات هدم لوحدات سكنية للفلسطينيين وصفها بغير القانونية تقع في القدس الشرقية خلال شهر رمضان. ويأتي تحرك بن غفير على الرغم من اتخاذ قرار بحسب القانون الإسرائيلي بمنع هدم الأبنية غير القانونية في القدس الشرقية خلال شهر رمضان لمنع إثارة التوتر. في المقابل أدانت الخارجية الفلسطينية تصريحات بن غفير مشيرة إلى أنها تحرض على المزيد من التصعيد. صرح المتحدث باسم حزب الجيد التركي المعارض في تركيا كورشاد زورلو أن الحزب قدم مقترحا جديدا بأن يصبح رئيس بلدية إسطنبول منصور ياوش ورئيس بلدية أنقرة أكرم إمام أوغلو نائبين لرئيس الجمهورية. يذكر أن رؤساء بلديات أكبر محافظتين تركيتين ينتميان إلى حزب الشعب الجمهوري والذي يعد أكبر حزب معارض في تركيا. أعلن موقع مونيتور الأمريكي أن الولايات المتحدة والسعودية تخططان لبدء أول تدريب تجريبي على الإطلاق لمكافحة الطائرات بدون طيار في الأسبوع الأخير من شهر مارس الجاري. الموقع نقل أيضا عن 4 مصادر عسكرية أن مناورات الرمال الحمراء المشتركة بين الرياض وواشنطن ستشمل أنظمة دفاع جوي مملوكة للولايات المتحدة والسعودية، كما ستضم في وقت لاحق مشاركة جيوش إقليمية من الشرق الأوسط. وسيقدم الجيش الأمريكي للسعودية جهاز محاكاة كمبيوتر جديد جرى تطويره العام الماضي لتدريب الأفراد على الرد على هجمات المسيرات المعادية بحسب المصادر. من واشنطن يلتحق بنا ريتشارد وايتس مدير برنامج التحليل السياسي العسكري في معهد هاديسون. سيد ريتشارد مرحبا بك معي في نشرة الرابعة من الرياض. برأيك أولا ما الأهمية العسكرية التي يكتسبها هذا النوع من التمارين؟ لأنه أولا نوع جديد، نتحدث عن مكافحة الطائرات المسيرة، الأهمية بالنسبة للمملكة العربية السعودية بالنسبة لأمن المنطقة أيضا. من أهم التحديات التي تواجه الشرق الأوسط هي استخدام المسيرات كأسلوب جديد من الاستخدامات العسكرية. شاهدنا الولايات المتحدة استخدمتها في العراق وأفغانستان وإسرائيل في لبنان، والآن نشهد دول أخرى تحصل عليها وتستخدمها، وبالتحديد شهدنا استخدام إيران سواء بشكل مباشر أو عبر وكلائهم من الحوثيين أو حزب الله يستخدمونها لمهاجمة الأهداف عبر الشرق الأوسط. أن تحدي إسقاط المسيرات يكمن بأنها أولا رخيصة الثمن وتناور بشكل جيد وبإمكانها تتجنب الدفاعات بكل سرعة من دون إصدار الصوت الذي يصدره الصاروخ، فعلينا تطوير سبل أفضل لهزيمتها. وهذه التمارين مصممة للولايات المتحدة ودول الخليج وكيفية القيام بذلك إسقاطها والدفاع عن أجواء المملكة العربية السعودية وربما لاحقا لتشمل دول الخليج العربي الأخرى. طيب سيد ريتشارد، اليوم ما هي الأنظمة التقنيات العسكرية أيضا كذلك المتقدمة
فيما يخص طائرات التعامل مع الطائرات الدرونز القادرة على التشويش على هذه الطائرات، ربما أيضا التحكم في هذه الطائرات أو حتى إسقاط هذه الطائرات، نتحدث عن رخيصة الثمن وليست المتقدمة اللي هي الصغيرة التي كانت تستخدم في وقت سابق من قبل الميليشيات الموالية لإيران في المنطقة. كما ذكرت هنالك سبل عديدة لهزيمة المسيرات، يمكن اسقاطها على الأرض قبل اقلاعها، او يمكننا التشويش على الملاحة من خلال مثلا تزويدها بالمعلومات السيبرانية الخاطئة، او حتى عرقلة قدرتها على الاستهداف من خلال تمويه الأهداف، أو حتى التدخل بالاتصالات بين المسيرة وبين المشغل، أو حتى بإمكانها إسقاطها. كل هذه الأساليب استخدمت بنجاح من قبل الأوكرانيين ضد المسيرات الإيرانية هناك. التحدي بلا شك هو أن بعض هذه السبل قد تكون معقدة أو مكلفة، لذلك سيبحثون عن السبل الأكثر فعالية لعرقلتها عبر هذه التمارين أو المناورات الحالية، وقد تشمل حتى باستخدام الليزر أو أسلحة الطاقة الموجهة التي نوجهها ضد المسيرة لتفجيرها بدلا من إسقاطها باستخدام صاروخ أو شيء مكلف. بهذا التمرين سيقدم فيه الجيش الأمريكي جهاز محاكاة لكمبيوتر طبعا طورته الولايات المتحدة العام الماضي للتعامل مع المسيرات. أسأل هنا إلى أين وصلت الولايات المتحدة فعلا في تطوير أجهزة قادرة على أن تتصدى لهذه الطائرات المسيرة، في تطوير أجهزة أيضا قادرة على التشويش ومساعدة الدول التي قد تواجه خطر الطائرات المسيرة؟ الولايات المتحدة منحت هذه المسألة أولوية. شهدنا بأن الإيرانيين أو حتى وكلاءهم في العراق هاجموا القواعد الأمريكية في العراق وكذلك في سوريا في مسألة الدفاع عن النفس، والآن بعدما حصل في أوكرانيا فأصبحت أولوية ذات قصوى هناك، وكذلك الهجمات الإيرانية على مجمعات في المملكة العربية السعودية. فبلا شك هذه هي أولوية، والولايات المتحدة حققت تقدما لفهم الفارق بين الدفاع ضد الطائرات والصواريخ البالستية مقارنة بصواريخ الكروز والمسيرات. التحدي الآن هو لجعلها أكثر فعالية، فبدلا من إسقاطها أو عرقلة نصف المسيرات فنريد أن نفعل ذلك مع 99% منها، وجهاز المحاكاة سيساعدنا على تجربة الأساليب المختلفة وبكل سرعة، مثلا تجربة برنامج وتعرف إذا ما نجح وتغيير الخوارزميات لينجح ربما بشكل أفضل، فهذا سيسهل ويسرع العملية باستخدام الأساليب المختلفة بدلا من إسقاطها بالصواريخ مثلا بتمارين حقيقية، وهذا ربما سيأتي لاحقا. أشكرك جزيل الشكر من واشنطن ريتشارد وايتس مدير برنامج التحليل السياسي العسكري في معهد أديسون، شكرا جزيلا لك. الرابعة مستمرة وفيها بعد قليل. في يومه الثاني المؤتمر العدلي الدولي يناقش توظيف الذكاء الاصطناعي ودوره في تحسين العدالة. حياكم الله من جديد. في الرياض تختتم اليوم أعمال المؤتمر العدلي الدولي الذي نظمته وزارة العدل السعودية بهدف تعزيز التقنيات المساندة للعمل القضائي في العالم. وشهد المؤتمر على مدى يومين مشاركة وزراء وقادة القطاع العدلي من 50 دولة، وبحث في يومه الثاني توظيف الذكاء الاصطناعي في القطاع العدلي.
خطط جديدة لتعزيز استخدام التقنية في الأنظمة العدلية العالمية تقودها السعودية بتنظيمها للمؤتمر العدلي الدولي في نسخته الأولى بالرياض لبناء الشراكات العدلية ونقل التجارب بين الدول. جلسة مستقبل القضاء التي شارك فيها وزير العدل السعودي مع نظرائه من دول عربية وأجنبية أكدت على أن التحول الرقمي في القطاع لن يغني العالم عن القاضي الإنسان، لكنها ستقصر من مدد التقاضي وتسرع إجراءاته. لا شك أننا نأمل أن يكون بعد هذا المؤتمر تواصل كبير بين العديد من وزارات العدل على مستوى العالم في معرفة آثار التحولات الرقمية والضمانات القضائية وترسيخ قواعد العدالة من خلال التفاهم وتبادل الخبرات والإثراء المعرفي بين مختلف الدول. تنظيم المؤتمر الأول من نوعه في المنطقة انعكست نتائجه على القطاع العدلي بالمملكة، فقد رخصت وزارة العدل السعودية لأول 3 مكاتب محاماة من بريطانيا وأمريكا لممارسة الأنشطة القانونية في البلاد، مع توقعات بأتمتة 75% من خدمات المحاماة في العالم خلال السنوات 10 المقبلة، وفق ما أشارت إليه توقعات الخبراء القانونيين المشاركين في المؤتمر. المشاريع التي المملكة العربية السعودية اللي في صدد أنها تقودها تتطلب الكفاءات والخبرات العالمية، وهذا أول هدف من الوزارة أن افتتاح مجال المهني القانوني بحيث توطين الخبرات العالمية وتدريب وتأهيل المحامين السعوديين لاكتساب هذه الخبرات. التشريعات العدلية الجديدة في المملكة والتقدم الملحوظ في تقنياتها جذبت للمؤتمر 4000 مشارك من 50 دولة، بينهم وزراء وقادة للقطاع العدلي من دول عربية وأجنبية ووكالات قضائية. من الرياض، نواف عزيز، العربية. انتشرت في الآونة الأخيرة توقعات لعلماء ومتخصصين في الزلازل بحدوث هزات أرضية في بعض دول الشرق الأوسط وتحديدا منطقة الخليج. تبقى تلك التوقعات في نظر البعض مجرد تكهنات لا يمكن حدوثها في ظل الكثير من الدراسات والأبحاث التي تجري في علم الزلازل. سعود الخلف مع التفاصيل. رغم تنوع الدراسات والأبحاث التي تجريها المراكز البحثية بشأن الكوارث الطبيعية التي تشهدها الكرة الأرضية، لا تزال الزلازل هاجساً مؤرقاً للعديد من الدول في العالم، الأمر الذي دعا متخصصين في المنطقة العربية إلى إجراء المزيد من البحوث والدراسات. ليس من المعقول أن تكون هناك جهات أو قوة لتحريك هذه البلاطة أو تسبب في الزلازل، إنما هي قد يكون هناك اجتهادات علمية، لكن في الواقع كجيولوجيا كدراسة الزلازل وبراكين لا يمكن لأحد أن يتحكم في حركة صخور لآلاف الكيلومترات وبسماكة عشرات الآلاف من الأمتار أن تحركها أي قوة كانت إلا قوة الله سبحانه وتعالى. منطقة البحر الأحمر كانت نقطة الاختلاف الذي دار بين المتخصصين منذ كارثة الزلازل التي ضربت مناطق في تركيا وسوريا خلال الأسابيع الماضية، حيث ذهب البعض إلى أن البحر الأحمر معرض لخطر الزلازل التي قد تضرب بعض المدن المجاورة. البحر الأحمر فيه زلازل لكن تأثيره علينا ما محدود، لكن نتيجة لشدة الحرارة الموجودة في قاع وسط قاع البحر فإنها تعمل على إضمحلال الموجات الصادرة من الزلازل في وسط البحر الأحمر. المدن السعودية على الرغم من تسجيل هزات أرضية محدودة خلال العقود الماضية، إلا أن مراكز الأبحاث والتاريخ الزلزالي تؤكد بعد دول الخليج عن أنشطة الزلازل. نحمد الله أن لدينا مساحة جيولوجية وأن هناك محطات كثيرة للرصد الزلزالي تتم متابعة جميع الهزات مهما كانت صغيرة لا يشعر بها الإنسان إلى الزلازل الكبيرة، وبالتالي تنتشر المحطات والرصد الزلزالي موجود، ونحن بإذن الله جزيرة العرب بشكل عام والمملكة بشكل خاص تقع ضمن الجزء المستقر من البلاطة العربية.
يرى متخصصون ضرورة التشديد خلال الفترة المقبلة على تطبيق المعايير المضادة للزلازل في المباني وتصميمها بمواصفات متوافقة وآمنة من الهزات الأرضية، إضافة إلى نشر الثقافة العامة بين الشعوب. من جدة، سعود الخلف، العربية. من جدة ينضم إلينا رئيس اللجنة الاستشارية للزلازل ومدير مركز الأزمات والكوارث في هيئة المساحة الجيولوجية السعودية الدكتور هاني زهران. دكتور هاني، حياك الله معي في نشرة الرابعة من الرياض. هل البحر الأحمر فعلا معرض لخطر الزلزال؟ في البداية أشكر قناة العربية على استضافتي في هذا اللقاء. وبالنسبة للبحر الأحمر، حقيقة أغلب الزلازل اللي بتقع في البحر الأحمر هي زلازل ضعيفة إلى متوسطة، يعني حتى الزلازل اللي سايرة في خلال 50 سنة من الستينات إلى الآن، على سبيل المثال الزلزال اللي أتكلم فيه البعض أنه عام 67 بالقرب من جنوب غرب جدة، هذا زلزال كان قوته 5.7 وليس قوته فوق 6. يعني كل الزلازل اللي بتكون في البحر الأحمر هي زلازل من ضعيفة إلى متوسطة. إيش السبب؟ خلينا نتكلم أول حاجة عن حدود الصفيحة العربية، وهذه اللي توضح الأمور بشكل جيد. الصفيحة العربية واللي هي تضم المملكة العربية السعودية وأيضا في واليمن ودول الخليج، وفي الشمال أيضا العراق وسوريا والأردن. الصفيحة العربية يحدها من الغرب البحر الأحمر، وهذا طبعا البحر الأحمر هو صدع انفتاحي. لكن هذه الصفيحة يا دكتور، الصفيحة العربية لكن يا دكتور، هذه الصفيحة يعني جزء منها تعرض للزلزال، الزلزال الأخير، زلزال تركيا وسوريا، هو جزء من الصفيحة العربية أيضا تأثر في شمال غرب سوريا. فالسؤال الآن، هل يمكن أن يكون مثلا هناك تداعيات أو صدع معين حدث في هذه الصفيحة، أو خلل أيضا حدث ممكن أن يؤثر على مناطق ومساحة جغرافية أوسع أو أبعد من هذه النقطة في ذات الصفيحة العربية التي نقع عليها، ومن ضمنها البحر الأحمر؟ بالتأكيد لا، لأنه الزلازل داخل المملكة ما في صدوع رئيسية تكتونية تمر داخل الصفيحة العربية، وأغلب الزلازل اللي بتقع في الصفيحة العربية بتقع على حدود الصفيحة العربية. يعني على سبيل المثال الجزء اللي هو الشمالي الغربي من الصفيحة العربية، بنتكلم عن خليج العقبة وامتداده اللي هو صدع البحر الميت، يمتد يمتد في الأردن وسوريا وإلى الشمال، يلتقي بصدع شرق الأناضول. هذا الصدع يعني ما بيصير فيه زلازل غير على فترات متباعدة، تقريبا تاريخيا كل 500 سنة بيصير زلزال في هذا الصدع. يعني مدن الخليج بعيدة، وهذا اللي بيمر بالمنطقة العربية كاملة، بعيدة عن أنشطة الزلازل. يعني لا، ما هي بعيدة طبعا، بيصير فيها زلزال على زلازل. على سبيل المثال صار آخر زلزال في خليج العقبة عام 95، وبالنسبة إلى الزلازل اللي في البحر الأحمر، هذه زلازل غير مخيفة نهائيا ولا تؤثر على المدن الساحلية في المملكة، لأنها لما تكلم حتى بعد الصدع اللي يشق منتصف البحر الأحمر، طيب، بعيد عرض البحر الأحمر من 200 إلى 300 كيلو، تلاقي منتصفه على 150 كيلو من الشمال إلى الجنوب، وكل الزلازل اللي بتقع فيه زلازل من ضعيفة إلى متوسطة، وبيصير لها أيضا تهوين. الموجات الزلزالية بتعدي على طبقات، بيصير لها أتنيويشن أو تهيين إلى أن تصل إلى المدن الساحلية على المطلة على البحر الأحمر، وهذه ما كانت مؤثرة نهائيا. وحتى الزلازل اللي سايرة سابقا ما تعدت من عام 67 أو من الستينات إلى الآن، ما تعدت الستة. يعني طيب، ما تعدت الستة. دكتور هاني، يعني هل تطمئن سكان الشرق الأوسط، الخليج أيضا تحديدا، بأنهم بعيدين تماما عن خطر أي زلازل مشابهة، الله يكفينا، يعني لنفس الزلازل اللي حدثت يعني في تركيا في سوريا؟ لأنه في كثير شائعات وكثير حديث عن هذا الموضوع وأنشطة زلزالية في أكثر من منطقة في العالم، فبالتالي الخوف أو الخشية موجود.
وبالنسبة لدول الخليج، دول الخليج طبعا كلها بتقع في بعيد عنها، أقرب صدع لها اللي هو صدع زاغروس وتورس اللي هو من ناحية إيران، وهذا ما يأثر على دول الخليج طبعا. تأثيره كله شعور وتأثير ضعيف، ما هو مدمر ولا هو يأثر، حتى لو صار زلزال بقوة 7 هناك ما يأثر على دول الخليج بعيدة كمسافة، وأيضا ولا هزات ارتدادية ولا وحتى الهزات الارتدادية دائما بتكون أضعف من الزلازل الرئيسية بتصير. ولكن يعني لما تيجي تطالع أيضا حتى اللي هو على سبيل المثال اللي هو صدع شرق الأناضول اللي في تركيا، هذا الصدع هو عبارة عن شمال سوريا وجنوب تركيا، يعني جزء جنوبي من تركيا، هذا صفيحة عربية وصفيحة الأناضول الأخيرة. نعم بالضبط بين الصفيحة العربية وصفيحة الأناضولية. وصدع انزلاقي هذا اللي صار فيه زلزال. لو جينا احنا رجعنا للصدع اللي هو شماله، صدع شمال الأناضول على سبيل المثال، هذا صار فيه زلازل يعني من عام 39، من عام 1939، وبعد كده صار الزلزال اللي بعده يليه في المكان مكانيا وزمانيا عام 42 و43 وفي الخمسينات وفي 99. كل الزلازل السابقة اللي سايرة في تركيا سايرة على شمال الأناضول، وكانت التوقعات كلها انه يصير الزلازل في تركيا على هذا الصدع وتأثر على سبيل المثال على اسطنبول والمناطق هذه. يعني بالنسبة يمكن للخبراء والمتابعين للبحوث والدراسات ومتتبعي التاريخ بأنه لم يكن يمكن مفاجئ، لكن التوقيت كان مفاجئ والحجم أيضا كذلك، المساعة الجغرافية. شكرا جزيلا لك من جدة رئيس اللجنة الاستشارية للزلازل مدير مركز الأزمات الكوارث في هيئة المساحة الجيولوجية السعودية الدكتور هاني زهران. شكرا يا دكتور. في السعودية أطلق مركز البحوث والتواصل المعرفي أول مدرسة سعودية لصنع الفكر لصناعة جيل من المفكرين السعوديين بوصفها مبادرة عملية لدعم قطاع صناعة الفكر وفق منهج علمي يتواءم مع متطلبات رؤية السعودية. المركز السعودي أطلق أيضا مبادرة ديفي المتخصصة في تطوير وتمكين مراكز الفكر ومؤسسات المجتمع المدني في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. الرابعة مستمرة وفيها بعد قليل كبار صناع الترفيه والابتكارات العالمية غدا في المنتدى الدولي للترفيه. مدير وكالة الطاقة الذرية يؤكد أن إيران وافقت على استئناف إجراءات المراقبة في المنشآت النووية. في أول تدريب من نوعه السعودية وأمريكا تجريان مناورات مشتركة نهاية مارس لمواجهة هجمات المسيرات. بعد تكهنات بتعرض البحر الأحمر لخطر الزلزال، خبراء جيولوجيون يؤكدون أن دول الخليج بعيدة عن الهزات. في أول نسخ مسابقة المهارات الثقافية السعودية أكثر من 240 ألف مشاركة من المدارس يخوضون رحلة من 7 محطات. حياكم الله من جديد. باشرت السلطات السعودية في مدينة الرياض التحقيق في حالة تعنيف من قبل أب لبناته عبر الضرب والاحتجاز. السلطات السعودية أعلنت عن إحالة المتورط إلى النيابة العامة، كما جرى تقديم الحماية للمتضررات بالتنسيق مع مكتب الحماية الأسرية السعودية. 17 مادة جرم بها النظام السعودي التعنيف الأسري وغيرها من الجرائم التي يواجهها نظام الحماية من الإيذاء. النظام يحظر كافة أعمال العنف ضد المرأة جسديا ونفسيا أو حتى التهديد به، ويفرض النظام على المتهمين عقوبات جزائية منها السجن لمدة تصل إلى سنة وغرامة مالية تصل إلى 50,000 ريال قابلة للتغليظ. ووضع النظام السعودي مجموعة من الأهداف لمكافحة التعنيف الأسري، أبرزها إيجاد آليات علمية وتطبيقية للتعامل مع الإيذاء، بالإضافة إلى توفير الإيواء والرعاية الاجتماعية والنفسية والصحية للمتضررين،
وخصص النظام السعودي خطا ساخنا للاستجابة الفورية لحماية كل من يتعرض لأي شكل من أشكال العنف. وينضم إلينا هنا في الاستوديو المحامي أصيل الحسن. سيد أصيل حياك الله معي في نشاط الرابع. حياك الله. أهلا وسهلا فيك. يمكن تابعت هذه الحادثة لهذا الأب الذي عنف بناته، وخليني أسأل، أنت بحكم أنك محامي تمر عليك كثير من هذه القضايا، ما الدافع لمثل هذه الحوادث أولا؟ أول نرجع للخط الزمني لهذه المشكلة، هي عائدة إلى ما قبل الإسلام حتى. كانوا نجدهم أنهم يمنعون الإرث للبنات أو للأولاد وأد البنات من هذه الحادثة، هذه إحدى حالات العنف الأسري، وهذا ممتد من وتطورت مع الوقت إلى أن أصبحت الآن في النظام السعودي قلصها وحجمها، لأن النظام السعودي أصدر فيها نظام عام 1434 في هذه الحادثة، فأصبحت من الحالات النادرة، وتردنا إحنا كمكاتب محاماة حالات مثل هذه ولكن قليلة نوعا ما لا أخفيك، وهي راجع قلتها لسببين. السبب الأول أنه المبلغ يخاف، والسبب الثاني لأن النظام كان حازم في هذه النقطة. ولكن في حالة أنه شخص اطلع على حالة عنف يحق له أنه يبلغ ويوجه الجهات الأمنية والجهات الضبط الإداري المتمثلة في الشرطة وفي الأمن الأسري، يقدر يبلغ فيهم، ولو ثبت أنه هذه الحالة غير صحيحة إذا كان حسن النية يعفى من العقوبة، أما إذا كان سيء النية يعاقب. وخليني أسألك، اليوم النظام في السعودي عندنا 17 مادة جرم فيها النظام السعودي التعنيف الأسري، أو أيضا حتى يعني التعنيف ضد المرأة جسديا ونفسيا وحتى لفظيا. أسأل أنا هنا، النظام في السعودية كيف يواجه مثل هذه الحوادث؟ طبعا النظام السعودي يواجه هذه الحوادث أول شيء بكل قوة وحزم وسرية تامة. يعني هذه مهمة، نقطة السرية لأنه أنت بتتكلم في مشكلة أسرية. أنت عارف أن إحنا كمجتمع شرقي يحكمنا العادات والتقاليد والسمعة تهمنا يعني. فهذه كانت وفقا للنظام، النظام صحيح أنه 17 مادة لكن مشتمل على أغلب النقاط، تعالج بكل سرية، وحتى المبلغ إذا كان من خارج الأسرة أو من داخل الأسرة يمنع منعا باتا إظهار اسمه إلا إذا رغب هو، وتكون هنالك موافقة خطية أنه أنا لا أمانع من إظهار اسمي. وكذلك الجار إذا اطلع على حادثة عنف أسري للجار اللي جنبه ترى يبلغ، وممكن أنه يقول حفظا لحق الجار أنا أشيل اسمي عشان لا يتعدى هذه. وهذه تدفعني لسؤال عن نقطة أيضا حتى مهمة، اليوم هل تلمس فيه وعي لدى المجتمع بخطورة هذه الحوادث، يعني التعنيف الأسري، العنف ضد المرأة، أو حتى التهديد، أو حتى يعني لا نقول حتى الاعتداء جسديا، حتى الاعتداء لفظيا؟ هذه كانت منتشرة في الأزمنة السابقة، لكن في الوقت الحالي قد تكون نادرة، بمعنى أنه تم تحجيمها بشكل أو بآخر. ولكن إذا كانت موجودة فهي موجودة عند بعض الأشخاص اللي كانوا أساساً مورست عليهم في تربيتهم كان فيه عنف، وتندرج من ضمن حالات العنف اللي هو مشاهدة الأب يضرب زوجته، فبالتالي يتربى الطفل على العنف، فبالتالي الطفل يصبح رجل ويعامل نفس أولاده. هي مسألة وراثية. مسألة مو وراثية، لأنه هذه مكتسبة، يكتسب أنه لا أفهمك إلا بطريقة الضرب. ونجد أيضا في بعض الحالات يندرج من تحت العنف الأسري اللي هو تعنيف المرأة للخادمة، يندرج من تحتها العنف الأسري، فهذه الحالة من حالات العنف الأسري. دكتور، خلال السنوات الأخيرة اللي صار عندنا فيها تنظيم أكثر وصار فيه وعي أكثر لدى المجتمع وصارت الناس تعرف خطورة الموضوع وفي أنظمة وفي أيضا غرامات في عقوبات أيضا جزائية، أريد أن أسأل هنا عن يعني العدد القضايا التي تصلكم مع الوقت، هل قلت، هل انعدمت بشكل كبير؟ من وقت صدور القرار أو من وقت صدور النظام لا، كان فيه زي ما نقول هجمة لهذه البلاغات، أما في الآونة الأخيرة لا، ما وردتني أنا شخصيا بلاغات بكثرة. كان سابقا يردني شكوى بمعدل شكوى كل أسبوع، الآن لا، يمكن في الست شهور الماضية ما وردتني شيء. هذه من الحالات اللي تكون عندنا كمكتب محاماة خاص فيني.
أخيرا خليني أسألك عن العقوبات إذا سمحت لي باختصار. صحيح، العقوبات إذا كانت العقوبة على الشخص السوي العادي أو في المجمل في العام من شهر إلى سنة، هو من غرامة من 5000 إلى 50000، وتغلظ العقوبة. ممكن تكون أكثر من 50000، ممكن تكون أكثر من سنة. أي نعم، إذا كانت المرأة حامل، إذا كان من مورس عليه العنف هذا، إذا كان من ذوي الاحتياجات الخاصة، إذا كان من مسلوبي الإرادة، إذا كان ممن يجب عليه رعايتهم وفرط في هذا الواجب. أشكرك. تصل هذه العقوبة من سنة إلى 5 سنوات، ومن 50000 إلى 300000. إن شاء الله ما نضطر لها وأنها تنعدم هذه الحوادث تماما. عندنا شكرا جزيلا لك. كان معي هنا في الاستوديو المحامي أصيل الحسن. شكرا سيد أصيل. عفوا لكم. أعلنت هيئة الترفيه السعودية عن استضافة المنتدى الدولي للترفيه في مدينة الرياض، والذي يجمع كبار صناع الترفيه، يستعرض أبرز الابتكارات العالمية في القطاع لمدة 2 يوم بدءا من الغد. المنتدى الدولي للترفيه يتضمن معرضا لكبرى الشركات المحلية والعالمية، ويقدم أيضا جلسات وورش عمل لتطوير القطاع الترفيهي. أعلنت وزارة الثقافة السعودية استقطاب أكثر من 240 ألف مشاركة من المدارس في أول نسخ مسابقة المهارات الثقافية التي أطلقتها الوزارة بالتنسيق مع وزارة التعليم. المسابقة الثقافية السعودية تتضمن 7 محطات، بدءا من اكتشاف المبدعين وصولا إلى عملية تدريبهم من خلال برنامج تفاعلي شامل لرفع كفاءة المشاركات الإبداعية وتنافس المشاركين على جوائز تصل إلى 5 ملايين ريال. تنضم إلينا من الرياض نهى قطان، وكيلة وزارة الثقافة للشركات الوطنية والتطويرية. سيدة نهى، حياك الله معي في نشرة الرابعة من الرياض. وخلينا نسأل أولا، يعني 247 ألف هذا عدد كبير في أول نسخة، هل كان هذا المستهدف من البداية؟ أهلين، سعيدة جدا بهذه الاستضافة. وبالفعل هو العدد أكبر من ما كنا يعني نستهدف مقارنة بالمسابقات الأخرى في نفس هذا المجال، وحتى في دول أخرى كان يمكن المستهدف ما يتراوح بين 20 إلى 40 ألف مشاركة، واليوم إحنا حققنا أضعاف هذه المشاركات الحمد لله بدعم القيادة وتوجيهاتها. أكيد ممتاز. نسأل أيضا عن هالمسابقة، لماذا هذه المسابقة؟ وإيش المحطات اللي مر فيها المشاركين أيضا في هذه المسابقة؟ النتيجة معروفة، هي جوائز، لكن أبغى أسأل عن البداية، عن هذه المسابقة ليش موجودة وش المحطات اللي موجودة فيها أيضا كذلك؟ هذه المسابقة إحدى المبادرات اللي كانت ضمن استراتيجية تنمية القدرات الثقافية اللي نتجت عن الشراكة بين وزارة التعليم ووزارة الثقافة. وهدفها، أحد محاور هذه الاستراتيجية بشكل كبير، هو اكتشاف المواهب. ليس فقط الهدف الجوائز، لكن فعلا اكتشاف هذه المواهب، صقلها وتنميتها ووصولها إلى مستوى محترف أو مستوى متطور. فهذه يمكن بداية المسابقة وفكرتها. وكانت أيضا فكرة أن احنا نبدأ نكتشف الميدان بدخول هذه المجالات الثقافية الجديدة على التعليم، يمكن ما كانت موجودة سابقا. فاليوم عندنا 6 محاور مختلفة في المسابقة، ضمنها التراث، المسرح، الموسيقى، الأدب، الأفلام، الفنون البصرية، ما هي كلها موجودة ضمن مناهجنا التعليمية أو يومنا التعليمي. يعني بعضها صار موجود يا سيدة نهى. بعضها موجود. يعني بس مش الكل. كلامك صحيح. في برنامج تفاعلي أيضا موجود في هذه المسابقة والفعالية اللي تنظمونها بالتعاون مع وزارة التعليم، اللي هو البرنامج التفاعلي. وش ممكن نعرف عن هالبرنامج؟ الفكرة بالفعل يمكن ذكرت موضوع 6 محطات أو عدد من المحطات اللي موجودة ضمن المسابقة، وأحدها هي بعد اكتشاف المرحلة الأولى وفرز المشاركات، البدء بعمل دورات تدريبية مختلفة للمسارات حقت المسابقة. وهذه تسمح لنا أن احنا ناخذ هذه المهارات ولو بشكل مبدئي، ونبدأ نطورها لمشاركة جديدة، نبدأ نصفي فيها التصفية الأولى لمشاركات أكثر احترافية. ففكرة التدريب في عدد من الخبراء والمختصين اللي نتعاون معاهم في كل مجال من المجالات، ونبدأ يعني تعتبر جزء منها اكتشاف هذه المواهب، وجزء منها تنميتها أو التدريب بشكل أكبر عليها. طيب، أنت ذكرت المجالات اللي يركز عليها أو تركز عليها هذه المسابقة، هي
يعني مجالات كلها مختصة في مجالات يعني ثقافية وموسيقية وفيها فنون أيضا كذلك. لك خليني أسأل بعد مرحلة الفارز ومرحلة أيضا حتى حصول المتسابقين فيها على الجوائز، المشاركين من هذه الوزارة هل ستدخلونهم في برامج ممكن يكون مستقبلا في برامج ابتعاث لهم أو تنمية هذه المهارات؟ بالفعل يمكن احنا عندنا جزئين من الجوائز، في الجوائز المالية واللي تصل قيمتها كمجموع يمكن أكثر من 5 مليون ريال لكل المسابقة والمشاركين فيها، وفي مجال الجوائز العينية، والجوائز العينية تختلف إما من أجهزة أو آلات أو نوع من التدريب اللي ممكن يحصل عليه الفائز لتنمية هذه المهارة، أو حتى الدخول في مجال الابتعاث أو تبني لهذه المواهب واستمراريتها مع الوزارة بدعم مستمر والعمل عليها. أشكرك جزيل الشكر، بالتوفيق لكم إن شاء الله. من الرياض نهى قطان وكيلة وزارة الثقافة للشركات الوطنية والتطوير، شكرا جزيلا لك. قسم العرب السنين لقسمين، سنين مجدبة وسنين خصبة. التفاصيل في التقويم مع خالد الزعاق. تنقسم السنين إلى قسمين، سنين مجدبة وسنين خصبة. الخصبة معناها ربيع وفقع وعراجين وجراد، فالمطر يطلع لنا الربيع وتتابعه يطلع لنا الفقع والعراجين، وانتشار الربيع يجلب لنا الجراد، ولقط الفقع والعراجين ومطاردة الجراد من الفراسة ومن الرياضات المحببة لنا. والفقع والعراجين فطر والإكثار منه مضر، والجراد يقولون أنه نافع ولذيذ، ولهذا العامة يقولون لو طلع الفقع صر أدوى، ولاج الجراد انثر أدوى. والجراد له مراحل، أدبة وهو صغير اللي يمشي على الأرض وياكل الأخضر واليابس ومنه سن أدبة، والغوغاء وهو الجراد المتوسط اللي طالع له جنحان لكنه مع باع الطار وله صوت، هذا الصوت ما يخليه يطير. والجراده هي التي تطير ولها جنحان، وتنقسم إلى قسمين، الذكر لونه أسود ويسميها العامة بزعيري، والأنثى ولونه أصفر ويسميها العامة بالمكن. والجراد ينقسم إلى قسمين، جراد مستوطن وجراد مهاجر. المهاجر يجينا من السودان ومن أريتريا ومن الحبشة، ففي موسم الخريف يهاجر على رجليه إلى ساحل البحر الأحمر، ولا منه طلع له جنحان وكبر يجي لنا على شكل سحب خش عن أبصارهم، يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر. ختام الرابعة بأبرز عناوينها. مدير وكالة الطاقة الذرية يؤكد أن إيران وافقت على استئناف إجراءات المراقبة في المنشآت النووية. في أول تدريب من نوعه، السعودية وأمريكا تجريان مناورات مشتركة نهاية مارس لمواجهة هجمات المسيرات. بعد تكهنات بتعرض البحر الأحمر لخطر الزلزال، خبراء جيولوجيون يؤكدون أن دول الخليج بعيدة عن الهزات. في أول نسخ مسابقة المهارات الثقافية السعودية، أكثر من 240 ألف مشاركة من المدارس يخوضون رحلة من 7 محطات. شكرا لكم لكرم ولطف المتابعة. نهاية الرابعة، إلى اللقاء.